مرة كده بيت خوفي وإيه جبت لعبة حرب كانت عندي لقيت ناس أشرار بيجروا معاهم أسلحة عاوزين يقتلوني. يعني اي حد مثلا بيخش في مجال الالعاب ده نفسه ان هو يطور لعبه او يعمل لعبه الاسطوره بتاعه صناعه الالعاب احسن حاجه عندي بعرف ارسم كل المصارعين هعمل لعبه زي المصارعه واخلي اخويا يصلح لي اداء بعد ما اخلص امتحانات النهارده. متاكد في مصريين جدا عندهم افكار عالميه للعبه، تمام، بس نوصل لهم ازاي دول؟